اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم باخر ما كاين في لفات الحجاب صيفيه ترضي جميع الاذواق بالنسبه للاعمار مختلفه. كاينين البنات ديال المدرسه وكاينين لفات حجاب الخرجات اليوميه. غنبداو باول لفه كيف ما كتشاهدوا معايا. هذه اللفه كيوت، هذه للخرجات، وكاين كذلك هاد اللفه هذه تصلح للمدرسة والجامعة، سهلة وبسيطة وكل واحدة يمكنها أنها تطبق بكل سهولة. وكاين كذلك هاد اللفة ديال الشال كيف ما كتشاهدوا معايا، سهلة ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة، وكل وحدة يعني تختار ستيل اللي عجبها بالنسبة للملابس ديالها. وكاين كذلك هاد اللفة هادي تهي لفة حجاب للخرجات اليومية، سهلة وفي نفس الوقت كل وحدة يمكنها تطبقها بوحدة. بالنسبة للفة الموالية كاين هاد اللفه كذلك ديال الشال، بالنسبه للبنات اللي عجبوكم هاد اللفات اللي كنقترح عليكم ما تنساوش انكم تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش كذلك انكم تضغطوا على لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل فيديوهات اللي كنقترح عليكم فيما يخص الموضة واللفات الحجابات للبنات. كاين هاد اللفة كذلك صالحة للمدرسة كذلك، وبالنسبة لهاد اللفة الموالية لفة ديال الشال فهي لفة مختلفة هاد النوعيه ديال الشيلان، فكيصلحوا ايضا للصيف. وكاين هاد اللفه كذلك باللون الابيض، جات كلاس مع هاد اللبسه هادي كيف ما كتشاهدوا معايا، شي حاجه جديده وفي نفس الوقت كما قلت لكم كتجي كلاس مع اللبسه ديالكم. كل وحده كتختار اللفه اللي عجباتها على حسب الستيل ديالها وعلى حسب اللي عجبها. وكاين كذلك هاد اللفه هادي، اغلبيه هنايا اخترت لكم اللفه ديال الشال، اغلبيه ديال البنات كيستعملوا الشيلان كتار من الفولار. هانتوما كيف ما كتشوفوا سهلة في اللبسة ديالها أو في اللفة ديالها. وكاين كذلك هاد اللفة هادي بالنسبة للبنات المدرسة، هانتوما كيف ما كتشوفوا سهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، يعني اللفه ابسط ما يكون. وكاين اللفه المواليه هذه عاوتاني شي حاجه مختلفه على اللي شفته قبل، وكاين كذلك هاد اللفة مع القبعة. هاد البنت هادي غتوريكم أربعة ديال اللفات مختلفين بالنسبة للفة الأولى فهي هادي، وكاين اللفة الثانية
كما كتشاهدوا معايا. وبالنسبة للفة الثالثة كتجي على هذا الشكل هذا. اللفة الرابعة وكاين كذلك نوعية أخرى ديال اللفات ديال الفولار كيف ما كتشاهدوا معايا. هذه اللفة مختلفة كذلك وجديدة. كاين هاد اللفه اللي كتجي كيوت، هادو كيجيو اصلا بهذا الشكل هذا، يعني كيجيو بالبندط ديالهم، غير كتلفها هيدا وكتشدها على هذا الشكل هذا. هادو صالحين لبنات المدرسه اللي كيكونوا مزروبين، ما فيهاش تعقيدات بزاف. وكاين كذلك هاد اللفه ديال الفولار اللي كيجي طويل كيف ما كتشوفوا. صراحه هاد اللفه جات غزاله، الطريقه ديال اللفه ديالها. ما تنساوش تخليوا لي التعاليق الاراء ديالكم في التعاليق. وكاين كذلك هاد اللفه حتى هي ديال الفولار باللون الابيض. بالنسبه للاغلبيه ديال البنات كيستعملوا اللون الابيض، فكيجي هيدا مع جميع الالوان اللي كيلبسوا، وفي نفس الوقت كيجي كيوت. وكاين كذلك هاد اللفه هذه اللي خرجت على الموضه هاد العام، بزاف ديال البنات كيستعملوا هاد اللفه هذه. فجبت لكم وحده باش تشوفوا الطريقه ديالها. وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم على هاد اللفه بالخصوص، اللي عجبتها تخلي لي لايك وتكتب تعليق. وبالنسبه للاذواق تختلف، يعني كاين اللي غتعجبو وكاين اللي ما غتعجبوش. مرحبا بجميع الاراء ديالكم. وكاين هاد النوعيه ديال اللفه كذلك ديال الشال، بدات من الاخر كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتم كيف ما كتشاهدوا، يعني ما فيهاش شي تعقيدات او لا في شي خدمه. انا كنت بقاوت تلفوا بزاف، كيديو شي الوقت نهائيا. وكاين هاد اللفه هذه صراحه لفه عاديه، وبغيت انني نشاركها معكم. اللي عجبت الطبقه هادو كيستعملوهم بزاف ديال البنات، كتجيهم سهلة اللي كيكونوا مزروبين، وفي نفس الوقت كتجي كلاس كيف ما كتشوفوا. وكاين هاد اللفة هادي، هادي صالحة للمناسبات. هانتوما كيما كتشوفوا كتجي كلاس في اللبسه. بالنسبه للنوعيه ديال الثوب حتى النوعيه ديال الحجاب كتلعب الدور، واللون كذلك كيلعب دور مهم في التنسيق ديال الحجاب مع الملابس. صافي حبيباتي، وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تخليوا لي لايك باش تحفزونا هيدا دائما نقدم لكم ديما الجديد فيما يخص الموضة ولفات الحجاب.